يشهد مخزن الحبوب بقرية عين الصيد ببلدية عين الباردة ولاية عنابة من أزمة اكتظاظ خانقة نجمت عنها طوابير طويلة للشاحنات والجرارات المحملة بالقمح، ما جعل الفلاحين يناشدون السلطات للتدخل. جمال لتيم في هذه التغطية. قضاء أكثر من 24 ساعة في العراء وتحت أشعة الشمس هو ما يعانيه الفلاح يوميا في انتظاره لدوره لتوزيع شحنته من مخزن الحبوب بقرية عين الصيد بعين الباردة ولاية عنابة، وهذا ما أدى إلى أزمة اكتظاظ خانقة أمام المخزن. الفلاح هو يتبع في الماشينة وحنا يرانا ترانسبورتير تاعهم وقاعدين ميزرين بالنهارين وبالثلاث أيام وحنا نطايش هنا كيما أنا جيت البارع عملنا من 11، بسم الله العظيم ما منزيد عليك وأنا يرضوك ما فرغتش. نبى فيها غير دوك واحد سبحان الله يجيب ليه كلها غاشان كبيرة سبحان الله يا ربي، كوني قدر ربي يدير رعد تعنو وراح وعلى ألف زيد. هذا جيو من السيميات ما نعرف تعملني عديه بروريتر ونحن ثلاثة أيام هنا، ولدي عدت نقدم له عادي يقول يمشي بالريحة بالريحة. هذا الفلاح في الجزائر يديروا له كيما هكا خويا الخير تاع بلادنا. ايه وصافي حليب ما كانش عام كيما العام، والله ما نستوردوا كل نوكلو الخير تاع بلاد، عامين ما نستوردوش اخويا. لا غرفة فلاح لا سياناس ما كان والو، واحد ما يدور هنايا. تعرفها جبال المنسية؟ هذه هي جبال المنسية. انو دير حسابك 23 و36 ما عاد ادو كذا. البابور دخلوه ب 850 وحنا تعطينا 450 الف. اني فلاح ونعرف قيمة الفلاحة. جيب البابور ب 850، فورني على البابور ب 850. الفلاحين في العام كامل نستناو البريود هذه تاع الحصاد اخويا. اه الاداره هذه والدوله هذه 10 شهور وهم راكدين، اه ما يقدروش يتحزموا اخويا يشمروا على درعيهم شهر ولا شهر ونص يوفروا لنا. دير لي كيما لقمه اخويا، وين نروح لطمر راس تخرج لقمه؟ اه عندي 3 شهور وانا في بوشيكوف اخويا، 3 شهور وصلت دلتي يقول لك لا ما كانش تقفل لدوك، وعليه اخويا منكر. انا كاميرا حاولت التقرب من المسؤولين لتوضيح الأسباب، فكان رد ممثلة المخازن كالتالي: راهي عندنا مشاكل كبيرة نواجهوها بالنسبة للتريسيتي، الكهرباء ما كانش، رانا نخدموا كيما تشوفوا بلي جروب وتصرنا انقطاعات كبيرة ونواجهوا خسائر كبيرة. بالنسبة للتعطيلات هذه اللي صارية للفلاحين هذه خارجة على النطاق تاعنا، هذه معنا حتى دخل فيها، راجع النظام اللي تخدم به الواي سي الريزو تاعهم عاطل. أما مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة بعنابة فقد صرح: بالنسبة لمخزن عين الصيد على كل حال اللي سعته تقريبا تفوق 400,000 قنطار، تم فتحه مؤخرا لجميع الفلاحين تاع المنطقة، نشهد فيه يوميا اكتظاظ وإقبال كبير من طرف الفلاحين. يوميا نستقبل يتم تفريغ حوالي حتى 120 شحنة من لدن الفلاحين. الوقت المستغرق في التفريغ حوالي 7 دقائق لكل فلاح. نداء لكل الفلاحين لجميع الفلاحين الوافدين إلى منطقة عين الصيد ليستعملوا شاحنات أبان خير من السيميرومورك، لأنه السيميرومورك بلاطو راح يعطلنا في عملية التفريغ ويدي منا الوقت وراح يعطلهم حتى هو. الفلاحون والناشطون في شعبة الحبوب يناشدون السلطات التدخل العاجل وإنقاذ محصولهم المعرض للتلف وبالتالي تكبدهم خسائر كبيرة.